في جبهة الإنقاذ نحمل الرئيس محمد مرسي المسؤولية الأولى والأخيرة عن الدم المراق في مصر، أولا لأنه تخلى عن وظيفته كأعلى مرجع سياسي، عن وظيفته كأعلى منصب سياسي ودستوري في البلاد. مهمته الأولى أن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يقوم بإحداث التوافق الوطني والوحدة الوطنية. بدلا من ذلك قام هذا الرئيس بصب الزيت على النار وفعل المزيد من الانشقاق في صفوف أبناء الوطن، وقام بإهدار القانون والدوس عليه، وقام بالتحريض على العنف ضد القوى السياسية والتحريض على العنف ضد الإعلاميين. الرئيس محمد مرسي ونظامه ومرشده ونائب مرشده وكل قيادات الجماعة الفاشية الحاكمة كشفت عن وجهها الحقيقي باعتبارها تمثل الآن في المقدم وفي الاتحادية نظام الحكم الذي يمثل الثورة المضادة. كشفت عن هذا الوجه القبيح عندما استهدفت بالملاحقة القانونية كما قال البيان دون سند من القانون رموز الثورة. من يستهدف رموز الثورة فهو يمثل الثورة المضادة، ونحن لهذا دعونا يوم الجمعة القادم إلى مظاهرة حاشدة كبيرة من كل جماهير الشعب المصري للوقوف مع دومة وجمال فهمي وأحمد عيد وكل منوارة وكل رموز الثورة المصرية العظيمة. حاجة تانية، جبهة الإنقاذ اتفقت على خطة عمل جماهيري واسعة، ونحن سنواصل العمل الثوري ولن تخيفنا ترهيبات ولا تهديدات الرئيس ولا استخدامه غير القانوني للنيابة العمومية كمخلف قط في تصفية الحسابات مع القوى السياسية. شهدنا أجواء مثل هذه أجواء سبتمبر لأنور السادات، وعاش الشعب المصري ومات أنور السادات، وشهدنا 30 سنة من القمع في عهد مبارك وعاش الشعب المصري ومبارك الآن في السجن. أنا عايز أقول بكل وضوح أن الجبهة ستبدأ في دعم كل النشاط الثوري السلمي في إطار الوسائل الديمقراطية والسلمية.